بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه ونسخه، والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحث على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحث على تبليغ هذا الحديث الذي عرفته وفهمته وحفظته، تبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتؤديه كما سمعته. فيقول في حديث لابن مسعود رضي الله عنه: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. نظر، والنظارة البهجة والسرور، والنور يكون على وجه الإنسان والفرح والحبور، ومعناه أن نعمه الله وجعل فيه البهجة والحسن وزينه وجمله. كل إنسان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبلغ هذا الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية يقول: رحم الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. سمع منا شيئا، سمع آية، سمع حديثا، سمع معنى من النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغه من يحتاجه كما سمعه. قال: فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي حديث آخر من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا كلام من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حاصل واقع. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أهل الفقه وأهل الحديث وأهل القرآن، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا من بعدهم، أخذه التابعون فحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الفقيه ومنهم الحافظ، فالفقيه تفقه وأفتى في أشياء جدد بما علم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوا وبلغوا من بعدهم إلى أن جاء الأئمة الأربعة وغيرهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فسمعوا الأحاديث وحفظوها وأتقنوها، ثم تفقهوا فيها وأخرجوا ما فيها من الفقه العظيم، فقعدوا القواعد ووضعوا الأصول. بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي قوم أفقه ممن سبقهم، فيحفظون ويتفقهون ويخرجون يستنبطون من الأحاديث أحكامه ويعلمون الناس، فانتشر الفقه في الدنيا كلها بفضل الله سبحانه، ثم بفضل ما حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والذين يلونهم ومن بعدهم ممن تفقهوا في الدين وأخرجوا هذا الفقه العظيم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بأن ينظر الله وجوههم، ينظرها يعني يجعلها جميلة
ناظرة منورة فيها النور، عليها البهجة، فيها الهيبة، فيها الجمال والجلال، يدعو لهم صلى الله عليه وسلم لكل من يبلغ أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول في الحديث الآخر: فرب حامل فقه ليس بفقيه. رب حامل، هذا الذي يحفظ، يحفظ ولكن هو في نفسه ليس فقيه، يحفظ ويبلغ كما يحفظ، يحفظ القرآن ويؤديه له أجر عظيم، يحفظ الحديث ويؤديه فهذا شيء عظيم، لعله يؤديه لإنسان بعد ذلك يكون هذا الإنسان فقيها فيستنبط أحكاما عظيمة في دين الله عز وجل ويعلم الناس فيؤذر الجميع ويكفيهم فخرا أن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجوه، فإذا جاءوا يوم القيامة قال عنهم ربهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنظر الله لولوه وجعلهم ينظرون إلى وجهه الكريم سبحانه تبارك وتعالى جزاء لهم بأن بلغوا دين الله سبحانه تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة. ودعا لهم بالرحمة صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم رحموا الأمة فبلغوها، رحموها فتفقهوا في الدين وشفوها من أدوائها حين سألوا عن علم فأفتوهم بعلم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني احذر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنك لا تجرؤ أن تقول قال الله كذا فتفتري على الله في كتابه، كذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، احذر أن تقول قال رسول الله في شيء لم يقله عليه الصلاة والسلام، في شيء تأتي به من عند نفسك، في شيء تسمعه ولا تستيقن منه، وخاصة إذا كان من تسمعه منه يحب القصص والحواديت ويحكيها إنه ليجمع الناس حوله على القصص والحواديت، يبقى هنا ترجع شوف هذا فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يقله، وإلا فالحذر كل الحذر من ذلك. شوف الحديث يقول إيه: من كذب علي متعمدا، يعني اللي يخترع شيء يقوم وقت ما ينزل نزلة ولا حدث يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وهذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يقولون ما لم يقله الله وما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذر من أن تقلد في ذلك، احذر من أن تقلد في ذلك. من كذب علي متعمدا فليتبوأ، يعني جهز نفسه للنار والعياذ بالله. في الحديث الآخر: من حدث عني بحديث يرى إنه كذب أو يرى إنه كذب. يحدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في نفسه شاكك في هذا الحديث، هو أصلا مش عارف جايبه منين، أهو سمعه مرة وراح قايله للناس كما سمعه، فيقول لك هو أحد الكاذبين، هو كذاب من ضمن الكذابين ودجال من ضمن الدجاجلة الذين يكذبون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هو أحد الكاذبين. والذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا إلا فيما تستيقن، فيما تعرف أنه قال. ترجع للكتب الصحيحة التي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالصحيحين وكالسنن، وتنظر في كلام أهل العلم في الحديث المروي، هذا حديث صحيح ولا هذا حديث ضعيف، أهل العلم الذين بحثوا في ذلك ونظروا وتكلموا في ذلك. يبقى هنا الإنسان المؤمن يستيقن أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صححه أهل العلم ولو بعض أهل العلم، فيحدث بهذا الحديث، يبقى له النظارة عند الله عز وجل وله الفرح والسرور والزينة والبهجة يوم القيامة. فإذا عرف أنه حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستويه ذلك أن يحدث الناس بما لا يعرفه وبما لا يعرفون. يقول في الحديث الآخر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مش زيه زي الكذب على حد من الناس، الكذب حرام، الكذب كله حرام، ما فيش حاجة اسمها كذبة صغيرة وكذبة كبيرة، كله حرام، كل الكذب حرام. فإذا كان كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أشد وأشد، أن يكذب الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يكذب ولو كذبة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أحد الكذابين الذين يستحقون العقوبة عند الله سبحانه، لأنه يكذب على الوحي، يكذب على الوحي. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الناس تستسهل إن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيما لم يقل، بل يمكن البعض كان يقول قال الله زي ما كلمة على لسان الناس، يقول ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معك. فين بيقول هذا الشيء؟ فين في القرآن اسعى يا عبد؟ يقول يعني في القرآن فيش هذا الشيء في الكتاب الله سبحانه، إنما أمرنا سيروا في الأرض امشوا في مناكبها كلوا من رزقه، أمرنا بهذا الشيء أنه من يتوكل على الله فهو حسب، هذا صحيح، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين، هذه معية الله مع المتقين ومع المحسنين. أما اسعى يا عبدي بأي عبد يسعى والله يسعى معه، لا، لم يقل الله عز وجل ذلك. كلمة شيء على ألسنة الناس كثيرا يقولونها ويفتكر أنه بيحتج بشيء من القرآن، هو لو يقرأ القرآن ما وجد ذلك في القرآن. يبقى احذر من أن تقول على الله ما ليس لك بعلم، كذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفتري عليه كذبا في شيء لم يقله صلوات الله وسلامه عليه، هذا أحد الكذابين الذين يستحقون العقوبة، بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فليتبوأ مقعده من النار، يعني جهز نفسه لنار جهنم والعياذ بالله. وإذا كان الإنسان الذي يكذب في الرؤيا المنامية، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الذي يكذب في أحلامه، يكذب يعني أم يقول لك أنا حلمت امبارح بكذا وكذا، أنا شفت رؤيا كذا وكذا، وهو لم يرى شيئا لم يرى شيئا، هذا يدخل النار. وحتى يخرج من النار يقول له اعقد بين شعيرتين وليس بعقد، معناه أنه المكس الطويل في نار جهنم والتعذيب للإنسان الذي يكذب. طب ليه هذا الشيء؟ حتى لا يتعود المؤمن أن يكذب على الناس، يمكن يستخف الإنسان بالكذب، أنا حكيت حلمة في المنام وخلاص أو كذبت فيها أو شيء، يقول لك لا، الرؤية المنامية الحقيقية هذا وحي من الله، يبعث ملكا بهذه الرؤية التي تراها في منامك، فإذا أنت قمت من المنام وقلت أنا شفت امبارح كذا وأنت بتكذب في هذا الذي تقوله، كأنك تفتري على الملائكة أنها بلغتك كذا وأنت نائم، هذا لا يحل لك. طيب هذا شيء من الوحي المناني، أمال بقى في الوحي الحقيقي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي يحدث به عن ربه، وبعدين يجي إنسان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيما لم يقل. فلذلك المؤمن حين يريد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى كتب أهل العلم، ينظر الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب التي اهتمت بالأحاديث الصحيحة فينقل منها، وما يكونش هدف الإنسان الذي يحدث الناس أنه يقول بيتسمع القصص يدور لهم على حواديت فيلاقي أحاديث موضوعة كثيرة ومكذوبة فيها قصص وحكايات فيحكيها للناس منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا وجد العلماء يقول هذا حديث مكذوب وهذا حديث باطل وهذا حديث منكر، يروح جايب هذا ويحكي للناس من غير ما ينبه على هذا الشيء فيشيع وينتشر عنه، فهذا كذاب، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. لذلك العلم الشرعي هام جدا وعظيم جدا وخطير أيضا، إن تتعلم العلوم الشرعية من مصادرها وحين تنقل تنقل صحيح، ما تعرفش تحفظ اكتب الحديث في ورقة واكتب الحديث في هات الكتاب بتاعه وحدث من الكتاب الذي فيه، لكن لا تقل من عند نفسك شيئا لم يقله الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.